اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وبعد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. تتقدم آئلة المعتقل جعفر أحمد ناصر بالشكر والامتنان لكل من ساند وتضامن عبر الزيارات والمسيرات وكل وسائل التضامن، وإنا نرى أن التضامن الحقيقي مع قضية ابننا هو السير على نهجه الثوري في مقارعة الظلم والظالمين حتى تحقيق أهداف الثورة. منكم بعد الله سبحانه وتعالى نستمد المدد، ولا بد أن يحاسب الظالم الجائر على كل ما ارتكبه في حق هذا الشعب الأبي. لا بد أن تقر عيون الأمهات الثكلاء، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للحق أن يعود إلى أهله، ولا بد للظلام أن ينقشر لتشرق شمس الحرية ويكون الشعب سيد القرار. ولن يكون ذلك إلا بمقارعة الظالمين والسير على طريق ذات الشوكة. فسيروا في طريق الحق واكملوا المسيرة، فإما النصر وإما الشهادة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل من يصلي على محمد وآل محمد.